كابتن عادل، سريعا ازاي انا كمدير فني اقدر اجيب لعيب المفروض ان هو هداف او هو مهاجم جاي، واعالج الحته بتاعت الفرص الكتير المهدره امام المرمى؟ اول حاجه فيديو، تاني حاجه جلساتنا كلام نفسي بيني وبينه، اديله ثقه كبيره قوي، وبعدين اخش على التدريب جوه الملعب اشتغل معاه، ازود حاجه اسمها الاليه عنده، اليه التهديف. بمعنى احيانا انت كنت هداف يا كابتن ايمن، احيانا كنت انت بتجيب جون، لو مسكتك في الوقت ده قلت لك جبت الجون ازاي مش تعرف، هي يعني بعد العشرة، بعد ال 15 كوره، بعد ال 25 كوره، انت بتقدر تحسب للفيرويد بتاعك انه نسبه تهديفه قد ايه عشان زودته ولا لا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي لو جيت هديك كل يوم في نسبه بتتعمل للفراوده، بديله حوالي من 70 ل 80 كوره اسبوعيا على الجون. أي. من جميع اطراف حته الملعب، مش لازم تبقى فيها صعوبه. انا بس بعمل له قليل. لما باجي احسب له النسبه بتاعته بحسبها له بعد ال 15، بعد ال 20 كوره. دي بتعمل ايه؟ بتخليك انت لو في المكان ده تحط الكوره زي، لو فاكر عماد متعب دائما كان في ماتشات الاهلي والزمالك او اي ماتشات، عماد متعب كان هداف بالحاسه، ما كانش بيبص للجون. عماد متعب كان اليه، بص تلاقي الكوره جايه له يحط الكوره وان تاتش. صح. دي فراوده، يعني ده الشغل بتاع الفرود. انت بتزودها عنده وبتزود، بتخليه كمان الثقه بتاعته عاليه قوي. في حاجه بقى مهمه يا كابتن، الترقيم. ترقيم الفراوده. بمعنى ايه الترقيم يا كابتن؟ دي مهمه قوي، يعني بالذات الفرويد. الفرويد ده راجل هداف بيشتغل على اعصابه دايما. انا لما باجي كفرويد الاقي نفسي انا الاساسي رقم واحد والتاني رقم اتنين، لكن حته انت تاخد شويه وبعدين ده ياخد شويه وبعدين ده ياخد شويه وبعدين ده ياخد شويه، بتبص تلاقي الثقه دي بتروح، والثقه دي تروح شويه، والثقه دي تروح شويه. فاتمنى ان نصبر على لو بواليا او محمد شريف، او اللي اقدر بانه لو فاكر ان محمد شريف بالبدايه كان هداف جون 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 جون. صح. وبعدين جه وقع. ايوه. المفروض ان محمد شريف كان يكمل يكمل يكمل. أي. يكمل لحد ما يقف في التهديف الاعب واحد تاني، لكن في عز تهديفك فانت بتغير. أي. تروح لمهاجم تاني. المهاجم التاني يبدا يلعب 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 حاسه التهديف عشان تجيله يكون حاسه التهديف بتاع الراجل اللي قبلك. فدي حاجات لازم تتحسب كويس قوي. الايام الجايه النادي الاهلي محتاج ترقيم الفراوده، يلعب فرويد، اصبر عليه شويه، الفرويد الثاني يبقى احتياطي ليه، مش لازم ما فيهاش زعل يعني. يقعد عادي خالص لحد ما ينزل ويبقى الفرويد الثاني عنده انه جاب له جون واثنين وثلاثه، يفضل يلعب بقى فتره كبيره. وطول عمر الفرويد في النادي الاهلي بيبقى لوحده، في فراوده جنبه بيبقى احتياطي. ولو رجعت الهدافين في تاريخ النادي الاهلي تلاقيهم دايما كانوا بيلعبوا على طول، واصبر عليه واصبر عليه واصبر عليه. يعني خلي بالك انه ممكن اعاد صفقه جديده، انت فاهم؟ اعادها تبقى مفيده ليه اكتر من ان هي تبقى مضره ليه. صح.